مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، النهارده مع لقاء جديد. النهارده اللقاء مع احد المواهب الفنيه في الرسم، من احد قرى محافظه المنوفيه وبالتحديد من قريه جريس التابعه لمركز اشمون بمحافظه المنوفيه. معانا النهارده الرسام الموهوب خالد الشافعي، الطالب بالفرقه الثالثه بكليه الحاسبات والمعلومات بجامعه المنوفيه، الموهوب في الرسم منذ الصف الأول الثانوي، والذي رسم العديد من الرسومات كما تشاهدونها خلال الفيديو، بعض البورتريهات وبعض البراويز الخاصة بالرسم. بيرسم مشاهير وبورتريهات وحاجات كتيرة قوي باستخدام العديد من الأدوات، منها الفرش والأقلام والفحم والرصاص والجرافيتي، حاجات كتيرة قوي، منها جرافيتي ومنها جداريات ومنها رسومات بالزيت وهنا رسومات بألوان خشبية. هنتعرف عن قرب على الفنان خالد الشافعي أو الموهوب في الرسم من قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. أهلا بيك يا أستاذ خالد. أهلا بيك أستاذ محمود. شرفنا وسعداء بلقائك النهاردة. عايزين نبدأ من الأول، موهبة الرسم ديت أنت لقيتها إمتى وقول لي القصة بتاعتها إزاي؟ اولا احب اعرفكم بنفسي، انا خالد الشافعي من قريه جريس مركز اشمون محافظه المنوفيه. حاليا انا بدرس في كليه حاسبات والمعلومات جامعه المنوفيه وفرقه ثالثه. موضوع الرسم ده يعتبر الشخصيه الموهوبه، ربنا بيديها الحكمه اللي موهبتها تظهر في يوم من الايام. انا ربنا اداني القدره ان الموهبه بتاعتي تظهر وانا في اولى ثانوي بالظبط، يعني انا كان عندي الرسم بس ما كنتش اعرف ان انا برسم ولا موهوب اصلا غير بقى في اولى ثانوي. قعدت في الفصل قعدت مع اصحابي، لقيت واحد من اصحابي جايب رسمه بيقول لي انت ممكن ترسم الرسمه دي، قلت له عادي انا ممكن اعملها. فاخدت الرسمه اللي انا اتضحت غبت في الرسمه 6 ساعات، يعني احنا الدراسه عندنا كل يوم، فانا غبت في الرسمه 6 ساعات طول الليل لحد ما طلع نفس التفاصيل. الرسمه كل ما اعملها ما تطلعش معايا، كل ما اعملها ما تطلعش معايا، عملتها بدل مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. الموضوع اللي انا ما خدتوش، اللي انا مليت مثلا من اول مره ما طلعتش يبقى ما اعملهاش تاني، لا انا ربنا اداني طاقه ان انا اكمل فيها، لان ربنا عارف ان جوايا شغف فلازم احققه. فانا خدت الرسمه عملتها بدل لحد المره العاشره لحد ما طلعت معايا بنسبة الشباب ممكن تكون 90%. تاني يوم لما وديتها لهم المدرسة هم انبهروا بيها. من ساعتها دي الوقت بالظبط اللي بدأت فيه ملحمة الرسم. ده كان أول حاجة كنت بادئ فيها بالرصاص. أول ما دخلت الرسم، يعني في بلدنا مفيش حد بيرسم اللي أنا آخد منه نصايح في الرسم أو الموهبة والكلام ده كله. فأنا بدأت إن أنا أبحث على اليوتيوب أشوف الخامات والأدوات اللي بيرسموا بيها في الفنانين عشان أكون فنان كبير زيهم. فبدأت إن أنا أجيب خامات لحد ما جه خامة الرصاص. بدات اللي انا اتعلم فيها، ممكن اكون بدات اتعلم في خامه الرصاص لحد ما بقيت في سنه اولى كليه. قبل ما اخش اولى كليه كنت في الصف الثالث الثانوي، يعني انا عندنا في الثانوي انا كنت حاقق هدف ان انا اخش كليه هندسه. فجيت في ثالثه ثانوي وسبت الرسم خالص، ما عدتش برسم ولا مد الرسم اي انشغال. بعد ما خلصت خلتني اكمل تعليم اللي انا اتعلمته في اللي هو في خامه الرصاص لحد ما احترفتها. بعد كده بحثت هنا على اليوتيوب، ما انا ما كنت بدخل على اليوتيوب بس ما كنتش بفهم اللي بيشرحهم. فبديت اللي انا اعلم نفسي بنفسي لحد، لان هو زي ما بيقول لك الموهبه لما انت تعلم نفسك الحاجه اللي بتثبت في دماغك ما تعرفش تنساها. بعد كده بدات، بعد ما خلصت عرفت ان في حاجه اسمها فحم، بعد ما خلصت الفحم عرفت ان في حاجه اسمها زيت وباستل وجدريات وكل الخامات والانواع من الرسم، لان يعني الرسم عندنا بحر وعالم تاني غير اللي احنا فيه. فبدات اللي انا ارسم بخامه الفحم بعد كده لحد ما حبيت اتضح لي اللي احسن من الرصاص. لما لقيت نفسي بقيت محترف فيها بدات ان انا ارسم بخامه جديده زي خامه الزيت، بعد كده بدات اخش على الجداريات، بعد كده الجرافيتي البورتريهات، يعني حاجه كل ما اخش على حاجه يجي لي حاجه تانية. فدي حاجه بتجي لي حبا في الرسم. لو انا ما بحبش الرسم ربنا مش هيديني مثلا الافكار دي كلها اللي انا احبها واخش في موضوع تاني، من موضوع للتاني للتالت لحد الحمد لله ما كنتش اتخيل ان انا اوصل لمرحله كويسه من الرسم. لحد ما بدا مواقع كبيره اللي ابتدتني، اللي عندنا ارياف بيحبوا الدراسه اول حاجه خالص، فانا ابتديت اللي انا اجيب الدراسه، ما مش عارف ابعد عن الرسم، الرسم ربنا اداني الشغف فيه فمش عارف ابطله. فبدات اللي انا جيت المعوقات اللي هو اهلي ما كانوش يعرفوا مثلا عن الرسم، لان زي ما احنا فلاحين ما يعرفوش حاجه عن الكلام ده كله. فبدات اللي انا ارسم، فلما لقوا اسمي بدا ينعرف والناس تعرفني هم حبوا الموضوع معايا وبداوا يشجعوني، انما في البدايه ما كانش حد بيشجعني، انا كنت برسم من ورا اهلي في البدايه لحد ما ربنا اكرمني وبدا الناس كتير، يعني انا اهلي ما كانوش يعرفوا ان انا برسم لحد ما ابتديت تصوير على النقاط والكلام ده كله، ما كانش حد يعرف ان انا عندي الموهبه. كنت برسم من وراهم خوفا منهم، لان كانوا عندهم الدراسه رقم واحد اللي انا اذاكر واشوف مستقبلي، لان الرسم مش هينفعني، هم كانوا في اعتقادهم كده. لحد الحمد لله انا بدات اتغلب على كل المعوقات دي والحمد لله بديت ارسم، ابتديت ارسم في كل حته.
انت بتقدر ترسم يعني وانت مغمض او وانت بترسم برجلك؟ قول لنا برضو التفاصيل الخاصة دي، لان معلومة برضو تكون غريبة شوية على اذن المشاهد. ابتديت في الرسم ده اللي انا ابتديت اللي انا اجدد اعمل حاجة جديدة محدش بيعملها. انا هدفي في الرسم ان انا اعمل افكار محدش بيعملها خالص. انا افكار ممكن ارسم مثلا بقصاصة القماش، بالشعر، باي حاجة، اللي انا اشوف افكار جديدة محدش عملها. فجه في دماغي مثلا ان انا ارسم برجلي، جيت حاولت اول مره ما عرفتش، انا مره ما عرفتش لحد ما جيت. يعني انا بعمل الفيديو ممكن اجيب اصور فيه بالثلاث ساعات ولا اربعه ومنتجه للناس، لان المشاهد اللي هو وصلهم في 30 ثانيه او 40 ثانيه بالظبط. الموضوع اللي هو بيديني معاناه اصلا، بس انا بحب الحاجه. بدل ما ربنا بيقول لك حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، فانا بقى احب الحاجه وانا بعملها عشان تطلع لي الحاجه اللي هي ترضيني النتيجه في الاخر. وابتديت ان انا ارسم وانا مغمض برضه، قلت ما انا ممكن اجرب كده وارسم وانا مغمض. عملت رسمه واثنين وثلاثه ولحد دلوقتي ما ظبطتش معايا، بس انا بسعى ان انا الرسومات دي تظبط معايا وان شاء الله تكون مثلا يعني رقم واحد في مصر اللي رسمه مغمض. مش في مصر لا، ممكن تكون في العالم كله. انا عاوز تكون حاجه ان اكون مثلا يحتذى بها. حضرتك لما عرفت ان انت ابتديت ترسم في الموهبه، يعني انت كنت بتقول ان انا برسم من وراه، رد فعلهم كان ايه؟ هم رد فعلهم اللي هم كانوا بيحشوني على الرسم، يعني كانوا يقولوا لا انت ركز لمستقبلك، ركز لكليتك، ركز لدراستك، انت الرسم مش هينفعك، انت في بلد ارياف ومحدش بيقدر الموهبه. فانا ابتديت ان انا اتغلب على كل المعوقات دي ان انا ارسم من وراهم، لحد ما جيت رحت اشتريت الخامات والرسم، الخامات الرسم بقى اللي هي الاساسيه من اول اولى كليه. بدات ان انا اجيب الخامات دي وابدا ارسم واعمل، لحد هم ما بداوا يكتشفوا ان انا عندي الموهبه فعلا موهوب، بداوا يشجعوني في موضوع الرسم. يعني الاول هم كانوا بيدوني احباط وكميه احباط غريبه، ان انا مثلا لا انت تعمل الحاجه اللي تنفعك بعدين، انما الحاجه دي مش هتنفعك. عن ايه؟ وقول لنا الرسومات دي استغرقت وقت قد ايه؟ انا رسمت رسومات كتير، يعني مثلا اول ما ابتديت ارسم بدات بخامه الرصاص، دي يعتبر اخر لوحه رسمتها بخامه الرصاص. كنت راسمها اللي هو لوحه للمصر العجوز اللي هو بتبان التفاصيل بتاع الفلاح المصري. دي العمل ده استغرق مني حوالي 10 ساعات، استغرق مني حوالي 10 ساعات على 4 ايام متتاليه. اللي انا ابتديت اللي هو يديني التفاصيل اللي انا عملتها تشجيع لنفسي اللي انا لازم اعمل الحاجه دي، اللي اديت نفسي موهبه فيها، اللي انا الحمد لله الناس بعد ما شافتها الناس ما يعرفوش يفرقوها عن الصوره الواقعيه. ده بالنسبه للرصاص. بعد كده ابتديت في خامه الفحم اللي هو زي الرسومات اللي ورايا دي، دي كلها ابتديت في خامه الفحم. خامه الفحم يعني دي خدت مني بتاع 3 ساعات، دي لهاري بوتر. وعندي مثلا الرسمه بتاعت الطفل ده، دي برضه عملتها نظام تحدي لنفسي، خدت مني بتاع ساعتين ونص عملتها دي بخامه الفحم. وعملت برضه اول ما توفت نيره اشرف رسمتها بخامه الفحم، خدت معايا ساعه ونص. ورسمت برضه ريان، طفل ريان اللي هو كان ريان في سوريا، رسم ريان المغربي لحد ما خدت برضه معايا بتاع ساعه ونص بالظبط. يعني انا بشوف الحاجه اللي هي الناس بتحبها واعملها، اللي انا واخد الرسم الغرض اللي هو امتع بيه عند المشاهد اللي معايا. برضه دي اللوحه الست من الباجور ان شاء الله بهدف اللي انا اوصلها لها. اللوحه دي خدت معايا 3 ساعات، ممكن تكون على 5 ايام، ممكن كل يوم نص ساعه، كل يوم ربع ساعه، لحد ان شاء الله واحد صورها وعجبتني فانا بطمح ان انا اوصلها للست دي. دي من الباجور. وعند اللوحه دي كنت عاملها نظام اللي هو في حاجه اسمها الرسم اللي هو الرعب اللي هو بيقدم عن الوجه الشرس. فانا ابتديت ان انا اعمل دي اللي تحس ان هي طالعه من الورق، الورق مقطوع نصين وهي طالعه الوجه منها. دي برضو خدت معايا بتاع ساعتين ونص او ثلاثه الرسمه دي لوحدها. دي بخامه الفحم مع الرصاص اللي هو القلم ده مع قلم فحم كمان، خدت معايا بتاع ساعتين ونص. وعند دي اول ما ابتديت رسم خالص كنت رسم اسماعيل ياسين. دي اول ما ابتديت رسم خالص، معايا رسومات كتير لمشاهير منهم، بس انا بحب الحاجه اللي هي النماذج القدوه اللي بحب اقدمها اللي انا ارسمها على جداريات وكل ده. عند دي طفله كنت عامل نظام مسابقه عندي على الفيس اللي هو صاحب اكتر كومنت عامل له رسمه هديه. واحد بعت لي الرسمه دي فهي عجبتني، فانا هو صاحب فاز في الرسمه، فانا عملت له الرسمه دي هديه. دي رسمه للطفله تدل عن البراءه المصريه. دي طيب ده طبعا الستاند بتاع. قول لنا برضو فكره الستاند وانت جبته ازاي وانت تتحرك بيه ازاي؟ فكره الستاند دي جات لي اما شفت فنانين كتير بيرسموا بيه. اول ما شفت الفنان بيرسمه بيه اتضح لي، ما كنتش اعرف، انا كنت بقول ملوش لازمه، بس اول ما عملته اللي انا ابتديت لقيت سعره غالي، فقلت لا انا هخلي النجار يعمله لي. يعني الستاند ده سعره بيخش في ال1000 وال1000 ونص، عباره عن خشب. فانا رحت النجار قلت له، اديته التنفيذ، قلت له انا عاوز اعمل حاجه زي دي، فهو قال لي ماشي. استنيته اسبوع لحد ما عمله لي. قلت له طب في فكره ثانيه، اللي انا مثلا اول ما اخلص الرسمه اللي انا عاوزها اروح مسح الستاند ثاني وارسم عليه من الاول وجديد. يعني الرسم ده الستاند ده ممكن تلاقي عليه بتاع 30 40 رسمه كده ممسوحين. انا بعملها نظام سبوره ليا، امسح الرسمه واعملها، بمسحها عباره عن وش بلاستيك دهان ابيض، بمسحها خالص وادي الطبقه الثانيه اللي انا عاوزها في الرسمه اللي انا عاوزها. ودي الرسمه اللي انا عملتها كنت راسمها برجلي لاسم عبد الحليم حافظ.
الرسمه دي انت راسمها برجلك يعني؟ شغل الرسمه دي انت راسمها برجلك؟ دي خدت معايا 3 ساعات كنت راسمها برجلي. اللي هو مد رجل كده بالريشه في رجلي واعمل الرجل. انا جالي معاناه كتير قبل ما عملتها واثبت رجلي، بس انا كنت برفع رجلي على ايدي بحيث تطلع معايا التفاصيل بدقه. تمام. لان زي ما انت تعرف محدش يعرف يتحكم برجله، فانا الريشه بدات تروح معايا تروح وتيجي لحد ما انا بدات اثبت رجلي بايدي وابدا اتحكم بالفرشه فيه. تمام. ثبت الفرشه في الابهام واللي ما بينه لحد ما بدات اظبطها بيه. كويس جدا. يعني تاخد السكتش بتاعك وتقعد ترسم على البحر ولا؟ احنا ربنا مدينا نعمه عندنا في جريس اللي احنا عندنا فرع الرشيد ده، بالنسبه للفنانين نعمه كبيره اللي هي نعمه البحر، لان بيخليك تطلع الطاقه اللي جواك. انت ممكن تقعد على البحر كده تبص للشمس وتقعد ترسم. فانا بحب اخد الاستاند ده واصحابي معايا بعد العصر كل يوم كده، او ممكن يوم في الشهر ويوم في الاسبوع، واروح واقعد ارسم هناك. يعني مثلا في معقول مشروع في بلدنا اللي انا برسم على البحر هناك، لدرجه ان انا رسمت اللي هم في مدخل بلدنا على البحر اصلا، اللي هو جرافيتي للشيخ المنشاوي الشيخ محمد متولي الشعراوي، اللي هو البحر اصلا بيديني عكس الانعكاس وانطباع حلو، اللي انا اعمل حاجه احسن مما تتخيل واحسن مما اتخيل انا كمان. ان شاء الله يكونوا في ظهري دايما زي ما هم في ظهري الان، ويشجعوني دايما هم واصحابي اللي انا اوصل لمكان عالمي ان شاء الله في الرسم، وطموح حلو ان شاء الله. لو ليك حابب تقدم له الشكر، ممكن تقدم الشكر لمين؟ صعب محمود السكر، هو اللي معايا دايما وانا برسم على طول. تقول له يا محمود انت فنان وموهوب، واحنا مش بنجملك، احنا بنقول لك الحقيقه. بسم الله ما شاء الله يعني عليه، بروح اي حته اكسب في اي حاجه بس بكون مكفوع عليك. انا مش حابب فكره المعارض دلوقتي، لحد مثلا انا حاطط في دماغي اللي هو فكره الجرافيتي في كل بلد، انما انا معارض كتير بتجيلي، معارض كتير هم اللي بيطلبوا مني مش انا اللي بطلب منهم. بيبعتوا لي ان انا اجي اشارك في المعارض، ان انا برفض الفكره دي دلوقتي. اللي انا مركز الاول لكليتي، ان انا خلصت الكليه الاول وجبت التقدير اللي انا اشتغل بيه واخد كورسات ان شاء الله، وبعد كده اخش في موضوع الرسم اللي انا اقدم في معرض، وان شاء الله افتح معرض لنفسي، معرض خاص بيا. اتفضل.